انطلق في مركز دبي اليوم معرض سيتي سكيب جلوبال العقارية 2014 ويستمر 3 أيام، ويشارك في المعرض نحو 280 من الشركات العقارية بمشاريع عملاقة منها جاهزة ومنها في طور التنفيذ تبلغ قيمتها مئات المليارات من الدراهم، تضم شققا سكنية وفلل ومكاتب ومتنزهات وغيرها من المشاريع الأخرى. تقرير رياض الربيع. تنافس كبير بين الشركات العقارية يشهده معرض سيتي سكيب جلوبال العقاري المنعقد حاليا في مركز دبي التجاري، أبرز حدث سنوي مخصص للقطاع العقاري في المنطقة وسط تحولات كبرى شهدها السوق العقارية سمت في لجم المضاربات وترسيخ نمو السوق العقاري، إذ تم ضخ أكثر من 113 مليار درهم في القطاع العقاري في دبي خلال الأشهر الستة الماضية. 280 شركة عقارية تواجدت هناك، منها مجموعة دبي القابضة ودانوب ونخيل وإعمار وأمنيات واستيكو وديار وغيرها من الشركات، وبحضور نحو 35 ألف زائر من مختلف أنحاء العالم. حاليا احنا مشاركين في أكثر من مشروع، بس المشروع الأكبر اللي موجود عندنا هو مشروع الليوان، وتقريبا اللي عارضينه للبيع حدود 150 مليون درهم المعروض للبيع. أنا أحس أن من هني للمعرض وجهة نظري أن ما راح يكون في هبوط في السوق، ولكن راح يكون ممكن يكون تثبيت أو خلينا نقول تصحيح للأسعار. مجموعة دبي القابضة استعرضت مشاريع أطلقتها كل من دبي العقارات في قرية الثقافة ومنطقة برج خليفة، فضلا عن مشاريعها الجديدة في دبي لاند، إلى جانب مشاريع تطورها تيكوم للاستثمارات وتشمل حي دبي للتصميم وفيلا لانتانا. مجموعة التطوير العقاري الرائدة في الشرق الأوسط أمنيات استعرضت 3 مشاريع عقارية عملاقة تصل قيمتها إلى 3.5 مليار درهم. تندرج هذه المشاريع ضمن قائمة المشاريع السكنية، ويحمل كل منها مقومات فريدة تجعل منه إضافة نوعية لقطاع العقارة في دبي. المشاريع العقارية التي تعرض هنا في سيتيسكيب جلوبال 2014 تسهم في تحقيق رؤية دبي السياحية لعام 2020 وترسيخ مكانة الإمارة كوجهة عالمية للاستثمار والسياحة والأعمال. اياد الربيعي لتلفزيون دبي من مركز دبي التجاري العالمي.